ورجعنا لحضراتكم من الفاصل عشان نكمل المسقعه بتاعتنا. قلينا البتنجان زي ما قلنا لحضراتكم نص قليه، معايا العصاج بتاعي، ودلوقتي هنعمل حاجه ظريفه نشوف هنعمل بيها ايه. كده الزيت اللي قليناه اهو حتى تلاقوها سخنه وانا ماسكها، خدت منها حوالي معلقتين سبتهم في الطاسه. هبدا اعمل دي كده اهي ماشي. عندي ثوم اهو، اخد الكل ده اهو، الزيت سخن تمام. ادي التومة، وادي ده البصل ده هحتاجه بعد كده اهو، دواير كده اهو تمام. بجيب التوم ده اهي، دي بتدي ريحة، شوف الطعم عامل ازاي بعد كده. وببدا اجيب عندي هنا خل، بجيب الخل اول ما تبقى اول الذهب الطمايه، مش لازم تبقى ايه يعني شبه واخده لون جامد، لا شايفين ببعدها خالص عن النار، وببدا انزل بالطماطم بتاعتي كده الطريقه دي اهو بنفس الشكل، وببدا اجيب دي كده اهو واخدها كده بالسكينه عادي قوي، تقطيع عشوائي يعني بالشرط ايه، وادي معاها ماشي كده. عندي سنه فلفل اسمر اهو، شويه ملح جميل، ولو عايز احط كمون او شطه مفيش مشكله، سنه كمون تمام. وببدا خلي دي كده، بحب اشتغل براحتي معاكم زي ما انتوا عارفين. ادي حاجة، ادي الصوص، ببدأ اتبلها وبنزل بالبصلة في الاخر، لان انا مش عايز البصلة تبقى ايه شبه دبلانة كتير، لا ده انا عايزها زي ما تكون نايف نايف. تبدأ تخش تلاقي الطعم طبقات ما بين البتنجان ما بين اللحمة المفرومة ما بين البصلة، في الاخر هتبقى لذيذ. وادي البصل اهو تمام، تمام. طبعا بتنجانه ونص او كيلو بتنجان مع فلفل، طبعا اهالينا ومشاهدينا الاعزاء عارفين الحاجه ديت بتبقى جميله وسهله ولذيذه، سواء عندنا لحمه مفرومه او ما عندناش، كده كده الطعم بيبقى لذيذ. فاحنا بنعمل حاجه بسيطه قوي يا جماعه، فصين الثوم مع شويه الخل بيدوا ريحه وطعم، بيحرك البتنجان مع الفلفل مثلا، او لو البتنجان لوحده وحطيت عليه الطماطم مع الخل مع الفلفل دوت، هيديني طعم جميل لوحده من غير ما ليه جامد ويبدا يمرر او يبدا يخلي اللي بياكل ما يجي بعد كده يقول لك ايه اصلا انا حاسس ان في لما اكلت مسقعه حسيت بحرقان على الصدر مثلا نتيجه الزيت او حاجه. لا احنا كل دوت ان شاء الله لما هتاكلوها هتتبسطوا وتحسوا ان هي طريقه سهله ولذيذه. هبدا اجيب الصلصه اللي قلت لكم عليها اهي معاها، مش هخليها يا دوبك تلمس بس النار، وادي سنه ميه بسيط اهي بس شكرا، انا مش عايز منها اكتر من كده بس. تمام ادي الحاجه بتاعتنا، خلاص ادي دي خلاص. نجيب بقى الصينيه اللي عندنا
ونبدا نشتغل براحتنا ونشوف هنعمل ايه. ادي كده بسم الله اهو. فاكرين طبعا ان ياما طلعت ابداعات الصواني اللي زي ديت، سواء كيكات سواء بيتزات. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يعني اي حد يمسك سكينه مش اي حد يلعب بالعجينه، احنا بنعمل الاثنين مع بعض ان شاء الله تحوز الاعجاب. وحاجه زي ما قلت لحضراتكم، فكره برنامجنا ان شاء الله تكون حاجه باقل تكلفه، سواء عندي معدات موجوده او مش معدات، حاجه عاديه او شغالين بيها، تكلفتها بسيطه قوي، ممكن تكفي الاربع افراد. لو حسبناها كتكلفه بالفلوس مثلا، هتحسوا ان هي ما بتزيدش عن 30 جنيه، ما بتقلش عن 25 مثلا، في الحدود ديت يوم بتبقى 26 جنيه، يعني حاجه زي كده. ده اللي احنا عايزين حضراتكم تكونوا عارفينه، وان شاء الله مع وحش التوفير هتلاقوا كل حاجه جميله وجديده والافكار كتير. احنا مش بناخد افكار من حد، احنا زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده في حلقات سابقه، بنطلع خبره سنين، سواء كان في المعجنات او سواء في الاكل العادي السخن، سواء غربي. انا ممكن اعمل لحضراتكم انواع واجيب انواع اللحوم بتبقى غاليه جدا وانواع اسماك غاليه جدا، كل دوت احنا موجودين وعندنا، وعندي الزملاء في القناه بيعملوا كل الانواع الجميله في قناه ست البيت، بتلاقوا كل حاجه. فان شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم الوصفه عندنا برضو باذن الله هتلاقوا كل حاجه جميله. ادي كده ببدا بالطريقه دي كده اهو. حطينا اول حاجه البتنجان ماشي من غير اي حاجه كده، بعد كده بدانا نجيب ادي البصل بتاعنا اهو. تمام، هبدا احط بقيه طبقه كده اهي، شايفين؟ وادي فلفل من الجناب مع البتنجان. ولو عايز اعمل شويه عيش عندي مثلا، يعني لو عندي شويه دقيق حوالي كوبايتين دقيق مع نص كوبايه رده، هعمل عيش. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا بنحب نعمل ده مع ده كده. ده خلاص اهو مش عايزه، اوكي. وببدا اجيب بقيه اللحمه بتاعتي اهي اهي يا جماعه، برضو نفس القصه اهو. وادي اهي كده اهي، بدخل كل دوت مع بعض ماشي اهي. وابدا اجيب الصلصه مع اللحمه، انزلها بالطريقه ديت. طبعا ممكن لو في عندي حاجه فخار عايز اعمل فيها مفيش اي مشكله كده اهي. وابدا احطها مثلا حوالي ربع ساعه تلت ساعه، يعني حسب ما حضراتكم عايزين الطعم يبقى عامل ازاي. هي كده لو اتاكلت على فكره هتلاقوا طعمها جميل، بس في ناس بتحب مثلا تخليها كلها ايه، تاخد الطعم بتاعها مع بعض اهو كده. لو انا عايز بقى ايه احط مكسبات من فوق، توابل او حاجه، ما عنديش اي مشكله. دي هندخلها الفرن ونيجي نحطها في الطبق ونشوف الشكل ايه، انما الطعم طبعا لما تعملوها هتدوق. وادي الصينيه بتاعتنا زي ما عملناها اهي، خدت حوالي 10 دقائق. انا ممكن اقيد عليها الفرن من فوق، طبعا حضراتكم عارفين احنا بنشتغل على الفرن العادي، سواء كنا بنعمل المعجنات بتاعتنا او بنعمل اي حاجه في السخن. هجيب طبق كده اهوت، واروح جايب الحاجه بتاعتي اهو كده اهو، وابدا انزل اهي. تمام اهي، شايفين ادي الطبقات بتاعتي، نفس المعلقه، ما جبتش حاجه تانيه مختلفه اهي. جميل، وابدا انزل كده الطبق اهو، مفيش اي مشكله اهي. ادي يا جماعه الحاجه نازله، لو عايز اجيب مقصوصه عريضه او حاجه مفيش مشكله. انا عندي، انا بتكلم في حته ان انا مش بحتاج ادوات كتيره في مطبخي، بحتاج
ان انا اهم حاجه طعم الحاجه عندي يبقى عامل ازاي. هاخد دي كده ماشي وابدا انسم الطبق بتاعي كده اهو بالطريقه ديت ماشي. ولو عندي ادي شويه الجرجير اللي قلنا عليهم طبق بعروقه كده اهوت، لو عايز اقطع العروق ديت برضو عادي براحتي مفيش مشاكل. انا بتكلم في حته الفايده بتاعه الثمره نفسها. لو حد فينا كان راح اوروبا مثلا او حد حكى له او حاجه زي كده، الجرجير دوت بيبقى هناك طرفه لان مش موجود. حتى البتنجان من اغلى الثمرات بره وعندنا هنا متداول وطعمه جميل، محدش حاسس بقيمه البتنجان. او في ناس كتير قوي يقول لك لا انا ما بحبش اكله الا بابا غنوج مثلا، يعني بطريقه معينه ويكون مشوي. لا ان شاء الله نجرب الطريقه ديت، وان شاء الله نتقابل في حلقات جديده مع الشيف خالد في برنامج وحش التوفير، ونلاقي حاجات اجمل واحلى واوفر. والى اللقاء في حلقات جديده.